ومرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله إنه كل أموركم تكون بخير. يا رب إنكم تكونوا انبسطتوا بالعطلة وشحنتوا طاقة جديدة لتبدوا بمهمة جديدة، وأخيرا كبرتوا وراح تبدوا بالموديولز. هلا الموديولز هو عالم جديد بالنسبة لإلكم، راح تحسوا حالكم بلشتوا تدخلوا بالطب أكثر، راح تحسوا حالكم بلشتوا تفهموا بالأمراض أكثر. أول موديول إن شاء الله راح ناخذه يلي هو الام اس اس موديول. هلا الام اس اس موديول البلك الاكبر بالمحاضرات يلي هو للاناتومي، تقريبا في عندكم 14 محاضره، بعدين في عندكم الفارماكولوجي تقريبا في عندكم 8 محاضرات، بعدين البايوكيم والمايكروبيولوجي تقريبا عدد المحاضرات فيهم متساوي يلي هم عباره عن قد ايه 5 محاضرات. هلا بالمايكروبيولوجي نبلش ونحكي عن البكتيريا الانفكشن. احنا اخذنا بالبيسك مايكروبيولوجي كيف نميز بين انواع البكتيريا، كيف اميز بين الجرام بوزيتيف الجرام نيجاتيف بكتيريا، اخذنا كثير ديفينيشنز. راح نشوف انه هاي الديفينيشنز راح نبلش نطبقها بالمايكرو. راح نحكي عن البكتيريا اللي ممكن تعمل عنا انفكشن بالام اس اس سيستم يلي هي زي ما حكينا، راح نبلش نحكي بالبكتيريا الانفكشن، راح نحكي عن الفايرال انفكشن، راح نحكي عن الفنجاي او الفطريات اللي ممكن تصيب السكن، وبالنهاية راح نحكي عن البرازات. هلا مادة الميكروبيولوجي إن شاء الله إنها بتكون مادة خفيفة ولطيفة عليكم، المحاضرات الموزعة بين عدة دكاترة، إحنا عادة عندنا دكتورة دينا، دكتورة أبو اللباد، في عندكم كمان دكتورة إيمان، راح تبلش معكم بالبكتيريا الانفكشن أوف ذا سكين. قبل ما نبدأ خليني أذكركم بحالي، في جزء منكم كبير بيعرفني وكان مسجل معي بالميكروبيولوجي بيسك، معكم زميلتكم الدكتورة فرح خالد، إن شاء الله راح أكون معكم بالموديولز بمادة الميكروبيولوجي، وإن شاء الله إنها بتكون مادة خفيفة ولطيفة عليكم. هلا للي ما بيعرف، احنا شرحنا دائما بيشمل السيدات الدكتور، كل كلمه بالسيدات الدكتور بتكون موجوده بسيداتنا، لكن موجوده بشكل ارتب على شكل PDF بحيث انه يكون اسلس عليكم، اسلس عليكم سوري بالقراءه. راح نسمع برضه ريكوردات الدكتور، اي نوت اضافيه بكتبها الدكتور او بحكيها راح تكون مكتوبه وموجوده عندكم ان شاء الله. بنهايه كل محاضره راح نعمل زي سمري نلخص فيها اهم النقاط بالمحاضره، برضه راح تلاقوا كويز بنهايه كل محاضره، هذا الكويز بيساعدكم تختبروا حالكم، بيكون في جزء من اسئله الارشيف او جزء كمان من مصادر خارجيه. اول بكتيريا راح نحكي عنها يلي هي الاستافيلوكوكاي. مين بتذكر شو يعني كلمة استافيلوكوكاي؟ شو يعني كلمة ستاف؟ ممتاز، ستاف إنهم بيكونوا بشكل قريب زي قطف العنب. كوكاي شو معنى كلمة كوكاي؟ كنت أحكي لكم وأنتم صغار بالبيسك، تذكروا من حرف الأو إنه شكلها بيكون دائري أو سفيريكال، فإذا هي بكتيريا دائرية الشكل تترتب على شكل قطف العنب، هي عبارة عن جرام بوزيتيف أو جرام نيجاتيف، بدي إياكم تعرفوا من اللون. ممتاز، هي عبارة عن جرام بوزيتيف بكتيريا، حكينا البوزيتيف تعطيني لون فيوليت أو لون بنفسجي باستخدام الجرام ستيف. رح نبلش نحكي عن الستافيلوكوكاي لأنه هاي البكتيريا موجودة بشكل طبيعي وكجزء من النورمال فلورا تبعنا على السكن تبعتنا. طول ما السكن انتاكت، طول ما السكن أمورها تمام، ما رح تعمل عنا أي انفكشن. وانس إنه هذا الشخص انجرحت إيده، صار في عنده سيرتل تروما، ممكن تخترق طبقات الجلد وتؤدي الى حدوث انفكشن. هلا الاستافيلوكوكس اوريوس رح نشوف انه في مجموعه من الفحوصات بتخليني اميزها. اول شيء مثل ما انتم هون شايفين عندنا حرف السي مرتين، هذا بدلنا على تو تيست ممكن استخدمهم للتشخيص يلي هم الكاتاليز تيست والكو اجوليز تيست، رح نحكي عنهم ان شاء الله بالمحاضره بالتفصيل. بوث ويل بي بوزيتيف ان استافيلوكوكس اوريوس. ماسكه حرف البي، ليش ماسكه حرف البي ولونه احمر؟ عشان تذكرنا انه هي عباره عن بيتا هيموليتيك، هي بتكسر كريات الدم الحمراء، تمام؟ رح نحكي هاي البريفلنس فاكتور، هي ام موبايل، لونها بنفسجي عشان تذكرنا انها جرام بوزيتيف بكتيريا، زائد شكلها كوكاي عشان نتذكر انها بتيجي دائري هذا الشكل. طيب هلا هل اي بكتيريا بتكون موجوده على السكن لو دخلت رح تسبب لي مرض؟ اكيد لا. تخيل لو انه اي بكتيريا على السكن تدخل بتعمل مرض، كان احنا طول نهارنا دائما بنكون مرضيين تعبانين. هلا البكتيريا عشان تعمل مرض لازم يكون في عندها فيريولنس فاكتور. شو يعني فيريولنس فاكتور؟ اللي هي العوامل الممرضه او الاسلحه اللي بتستخدمها البكتيريا عشان تقاوم الجهاز المناعي وتؤدي الى ظهور مرض. شو اسلحه الاستافيلوكوكاي؟ رح نحكي عنهم كمان شوي بالتفصيل. في عندنا بروتين اي
يلي بربط بالإليون جلوبيولين جي يلي هي تعتبر واحد من الأجسام المناعية اللي بتقاوم البكتيريا، فهي راح تمنع الاميونوجلوبولين جي انها ترتبط بالبكتيريا وتعمل لها فاجوسايتوسيس او تاكل هاي البكتيريا. في عندها انفيجن، شو يعني كلمه انفيجن؟ انفيجن يعني بتخليها تدخل وتنتشر، بتخليها تعمل سبريد، تنتشر بين الاورجنز المختلفين. في عندنا الهالونيديز من اسمه ايز اخريته، شو معنات ايز؟ دائما تكسير، فهو راح يكسر مين عندنا؟ الهايلورونيك اسيد، استافيلايسل. وفي عندنا كمان اليوكوسيدين اللي هو بيكسر لليوكوسايتس. وفي عندنا الكو اجوليز من اسمه، شو يعني كو اجوليز؟ يعني بيعمل عندنا زي خثرات او زي كو اجوليشن، راح نحكي شو فائده تكون هاي الخثرات. كمان بيطلع عندنا كاينيزز انزايم، راح نشوف انه هذول الانزيمات بيساعدوا بانتشار المرض. في عندنا كمان ادهيزنز، شو يعني ادهيزنز؟ يعني بتساعد بالالتصاق. مش اول خطوه عشان يصير في عندي انفكشن، بدي هاي البكتيريا تلزق اول شيء بالسايت اوف انفكشن، بعدين بتبلش شغلها. كمان بتطلع عنا توكسينز او مواد سامه مختلفه، هاي التوكسينز راح تؤدي الى ظهور الاعراض المختلفه اللي مرتبطه بهذا الانفكشن. تمام، رح نشوف برضه انه هي بتعمل عنا ديجريز اوف انفكشن، ممكن يكون مايلد وممكن يكون سيفير. هلا انه يكون مايلد او انه يكون سيفير بيعتمد على مجموعه من الفاكتورز او مجموعه من العوامل اللي راح نفصل فيهم كمان خلال الشرح ان شاء الله. اول شيء في عندنا مصطلح فلوكيولايتس، شو يعني فلوكيولايتس؟ انه يصير عندي التهاب ببصيله الشعر، محل ما هاي الشعر اتاشت بالسكن بصير في عندنا سوبرفيشال بكتيريال انفكشن. في عندنا فرونكيولز او بنسميهم بويلز، يلي عباره عن دمل صغير بيكون ديب فايت شوي لعمق الهير فوليكلز، وبكون موجود بالتيشوز اللي محيطين بالهير فوليكلز. عندنا مصطلح اسمه كاربينكيولز، شو هم الكاربينكيولز؟ انه يكون عندنا تو اور مور فرانكيولز، هو مجموعه من الدمامل اللي بيكون عاده بينفول، بيكون كثير بوجع. ولو انتم شايفين في عندنا اكثر من فرانكيول، في عندنا اكثر من دمل متجمعين جنب بعضهم البعض بنفس المنطقه، عادة مثل ما حكينا بيكونوا بينفول، والبص أو التقيح ممكن يطلع عندي من أكثر من مكان. هلا السكن انفكشن ممكن يكون سببها بكتيريا اللي رح نحكي عنها إن شاء الله اليوم بالتفصيل، ممكن يكون سببها فيروسات، ممكن يكون سببها فانجاي، أو ممكن يكون سببها بارازايت أو كائن فضائي. بمحاضرتي اليوم رح نفصل بالبكتيريال انفكشن. قبل ما نبلش نحكي عن الانفكشن، خلونا نتذكر سريعا شو هو السكن هيستولوجي، كيف السكن مرتبه بجسمنا. السكن بتتكون من 3 طبقات، الطبقه الخارجيه بنسميها ايبي ديرمس، الطبقه الوسطى بيكون اسمها ديرمس، والطبقه العميقه بيكون اسمها سب كوتينيوس تيشو. تمام، فاذا هي بتتقسم انتو مين 3 لايرز زي ما حكينا عنها، ايبي ديرمس اللي هو الطبقه الخارجيه اللي بتكون على سطح الجلد، ديرمس اللي هو الطبقه الوسطيه، هايبو ديرمس اللي هو بيكون الفات لاير او المنطقه اللي بيكون فيها الدهون. رح نصنف البكتيريا اللي بتكون موجودة عندنا على الجلد لريزيدنت، شو يعني ريزيدنت؟ يعني بكتيريا مقيمة. السكن بيكون عبارة عن بيت لهاي البكتيريا، هي عايشة على تعمل هناك مالتيبليكيشن، تتكاثر ببيتها وبتكون موجودة بشكل اعتيادي. مين هاي البكتيريا؟ في عندنا بروبينو بكتيريا اكني من اسمها، هاي البكتيريا ممكن تسبب عندنا حب الشباب. في عندنا الاستافيلوكوكس ايبيديرمس من اسمها ايبيديرميدس، شو يعني ايبيديرميدس؟ يعني بتكون موجوده على الجلد. وفي عندنا المايكروكوكاي، هاي البكتيريا بتكون كجزء من النورمال فلورا. شو يعني نورمال فلورا؟ هي بكتيريا بتكون موجوده بشكل طبيعي على الجلد بدون ما تسبب لي اي مرض، بالعكس هاي البكتيريا بعتبرها بكتيريا نافعه ممكن تخلي جسمي يقاوم الاذر تايب اوف بكتيريا وتحمي من حدوث الانفكشن. في عندنا ترانزينت، شو يعني ترانزينت؟ يعني هاي البكتيريا بتكون عباره عن ضيفه مش مقيمه على السكن، هي بس بتيجي لفتره كثير قصيره ما بتقدر انها تتكاثر، هذا مش بيتها، فما رح تعمل عندنا مالتيبليكيشن، وبتختفي خلال فتره قصيره، هي ضيف دم خفيف بيجي بقعد على السكن فتره بيسلم وبيروح بدون ما تسبب عندنا اي مالتيبليكيشن وما بتتكاثر. شوف في عندنا بكتيريا ممكن تكون موجوده على السكن بشكل متكرر، يعني ممكن الاقيها مثلا بنسبه من الناس. في عندنا الاستافيلوكوكس اوريس، كثير راح اركز اليوم على الاستافيلوكوكس اوريس. في عندنا الستريبتوكوكس بايوجينز من اسمها بايوجينز، شو يعني بايوجينز؟
بايو معناتها بس، جنز معناتها فورميشن. فهاي البكتيريا ممكن وجودها إذا دخلت إلى داخل طبقات الجلد الداخلية ممكن تؤدي إلى تكون بس أو تقيؤات. infrequent يعني هاي البكتيريا كتير نادر إني أنا أشوفها على الجلد. مين هم؟ الهيموفيلس إنفلونزا، هاي كانت صديقتنا بالجنرال مايكروبيولوجي، حكينا هاي عادة بتسبب عندنا نيمونيا وبتسبب عندنا مانينجايتس، سحايا كتير قليل إني أشوفها على السكن. كلستريديا، الكلستريديا ممكن تعمل عندنا جانجرين أو الغرغرينا. البسلس انثراسس بتسبب عندنا الاناثراكس اللي هو الجمره الخبيثه اللي بتكون اكثر شيء موجوده عندنا بالعسل والمعلبات وغيرها من الاشياء. السودومونس، تتذكروا بكتيريا السودومونس هاي البكتيريا اللي كانت زنخه اللي بتكون اكثر شيء موجوده حكينا بزمان انها بالمستشفيات، وعاده بتكون مالتي دراج ريزيستنت وبتقاوم المضادات الحيويه. بتكون اكثر شيء موجوده بنسميها هوت تب انفكشن، يعني هاي بنشوفها مثلا بالمسابح العامه، بنشوفها والله مثلا بالجاكوزي وبالمي السخنه اللي عاده ما بتكون معقمه كتير منيح. ممكن هدول الاشخاص اللي بيروحوا بيسبحوا كل فتره بيعملوا حمامات مغربيه ممكن يلقطوا هاي البكتيريا. فنجاي او الفطريات، في عندنا الكانديدا البيكانز المسؤوله عن الدايبر راش اللي هو الطفح تاع الحفاضات اللي بيصير عند الاطفال، وممكن تعمل عندنا كرونيك بارونوكليا. هلا الفنجاي عاده ما بتصير بالاشخاص اللي بتكون مناعتهم منيحه. هلا الفيروسات، في عندنا الهيربس سمبلكس فايروس رقم واحد ورقم اثنين، ممكن يعمل عندنا بيري اورال اند جينيتال انفكشن. تعرفوا هذا الحمو اللي احيانا بصير بمنطقه التم بيكون سببه الهيربس سمبلكس فايروس. ممكن كمان يعمل عندنا بابلوما ووردز. شو هم البابلوما ووردز؟ اللي هم التواليل اللي ممكن تصير على الجلد عاده بيكون سببها فيروس. اذا حكينا البكتيريا يا اما بتكون ريزيدنت مقيمه، يعني الجلد هو مكان تواجدها الطبيعي، تقدر انها تتكاثر بتكون جزء من النورمال فلورا طول ما السكن تبعي انتاكت متماسك، ما في اي جروح ما في اي خروق، ما راح تاذيني نهائيا. الترانزينت بكتيريا هي الضيف اللي دمه خفيف وبتيجي وبتروح، ممكن اشوفها ببعض الاشخاص دونا عن غير. زي ما حكينا اول جينرا رح نحكي عنه يلي هو الاستافيلوكوكاي، عيلة الاستافيلوكوكاي. It's a common inhabitant of skin، هي بلاقيها بشكل خاص على السكن على الجلد وبنلاقيها بالميوكس ممبرين الأغشية المخاطية. طيب شو معنى إنه الاستافيلوكوكاي بتكون موجودة على الجلد؟ بحكي لنا هاي البكتيريا تقدر إنها withstand، بتقدر إنها تقاوم الهاي سولت تركيز الملح العالية، الاكستريمز بالبي اتش والتمبريتشر درجات الحراره العاليه او المنخفضه. احنا بنعرف انه الجلد هو الجزء الخارجي من جسمنا اللي بيكون معرض للظروف البيئيه المختلفه، فاكيد البكتيريا اللي بتقدر انها تصمد وبتقدر انها تضلها عايشه على الجلد لازم تقاوم هاي الظروف البيئيه. It's the most common cause of biodermal infection. هي أكثر بكتيريا ممكن تسبب عنا تقيحات وممكن تسبب عنا skin infection. It's facultative anaerobes. شو يعني facultative anaerobes؟ تذكروا كنا نحكي انه فيس احفظوا انها تاعت الوجهين، هاي البكتيريا بوجهين، ممكن تعيش بوجود الاكسجين وممكن تعيش بعدم وجوده، يعني ما عندها مشكله. في عندنا تقريبا 31 سبيشيز، حكينا الاستافيلوكوكس هو الاسم الكبير، في عندها اولاد، في عندها والله استافيلوكوكس اوريوس، في عندنا استافيلوكوكس ابيديميدس وهكذا، في عندنا تقريبا 31 نوع. حكينا الفيريولنس فاكتورز او العوامل اللي بتخلي الاستافيلوكوكاي دونا عن غيرها تؤدي الى ظهور مرض، او الاسلحه اللي بتستخدمها هاي البكتيريا عشان تقاوم الجهاز المناعي تاع الشخص وتؤدي الى حدوث مرض. اول شيء احنا بنعرف انه اول ما يفوت جسم غريب علينا جسمي ببلش يقاوم وينتج اجسام مضاده زي الاميونوجلوبولين جي، بتروح هاي البكتيريا عندها بروتين ايه على الاميونوجلوبولين جي بترتبط فيها وبتمنع عمليه الفاجوسايتوسز، بتمنع انه يصير التهام لهاي الخليه البكتيريا. ثاني شيء في عندها بايندينج بروتين، من اسمهم بايندينج بروتين، شو راح يعملوا؟ راح يساعدوها على الارتباط بالبروتينات بتاعت الانسان اللي راح تصيبه عن طريق الارتباط بالبروتينات اللي موجوده على الكولاجين تايب 2 الموجوده بالجلد على الفايبرينوجين والفايبرونكتين، لانه انا لما انجرح على السريع بتكون عندي خثره، فبتروح هاي البكتيريا بترتبط بالخثره بترتبط بالفايبرين والفايبرونجين.
هي بتطلع انزيمات بتساعدها على الانفيجن. حكينا شو يعني كلمة انفيجن؟ يعني انتشار، ما بتخليها تضلها بس بمكانها، يعني ما بتضلها بس بمكان الجراح، ببعض الأحيان ممكن تنتشر. هي بتطلع كلامبينج فاكتور. شو يعني كلامبينج فاكتور؟ يعني بتساعدها انها تلتصق تتجمع. بتطلع كو اجوليز انزيم، بتساعد اكثر واكثر انها تكون خثره زي طبقه محيطه بتكون كثير اقوى، وبتمنع وصول الخلايا المناعيه لهاي البكتيريا. بتطلع ستافيلوكاينيز، رح نحكي عن الكاينيز بالتفصيل، انه بيساعد على تدويب هاي الخثره. لما تشوف انه الجهاز المناعي هدي بتروح بتنتشر. كمان بتطلع لنا هاي الاردينيز ولايبيز انزيم. بتطلع لنا كمان ليوكوسيدين. اليوكوسيدين هذول بيعملوا تكسير لمين؟ للليمفوسايتس، اللي هم برضه يعتبروا واحد من الخلايا المناعيه اللي ممكن تخلص الجسم من البكتيريا. بتروح بتفزع الريد بلاد سيل، بتروح بتناديها خلايا الدم البيضاء، بتقول هاي البكتيريا هالكتله، كل شوي بتطلع انزيم تدوبني. بتروح الار بي سي تحكي طب انا ما الي دخل، تحكي ان شاء الله تعي ساعديني. لما بدها تيجي تساعدها هاي البكتيريا بتحكي لها اجيتي والله جابك، بتطلع لنا هيمولايسينز، بتدوب هاي الار بي سيز وكمان بتكسرها فما بتفزع للوايت بلاد سيل. بتطلع مجموعه من التوكسينز، في عندنا الاس اي اللي هي الاستافيلوكوكاي انتيرو توكسينز، من اسمهم انتيرو، وين راح يروحوا؟ على الامعاء، على الانتستين، ويعملوا عنا جاسترو انتيرايتس. بتطلع التي اس اس تي 1 راح نحكي عنهم، بيسببوا عنا زي توكسوجينيك شوك. بتطلع الاي تي اي والاي تي بي، هذول عباره عن اكسوفيليتيف توكسينز. شو يعني اكسوفيليتيف؟ تقشير، راح يعملوا عندنا زي تقشير بالجلد زي ما راح نشوف ان شاء الله خلال المحاضره. فهمنا كيف انه هاي البكتيريا اول ما تفوت بدها تدافع عن حالها ضد الجهاز المناعي عن طريق مجموعه من الفيريولنس فاكتور. اول فيريولنس فاكتور حكينا عنه وراح نفصله، يلي هو الكو اجوليز. شو يعني كو اجوليز؟ بيعمل عندنا عمليه كو اجوليشن. شو يعني كلمه كو اجوليشن؟ يعني بيساعد على تكون الخثره، بيعمل عندنا تخثرات دمويه. الكواجوليز it's catalyze the formation of a blood clot from fibrinogen protein in the human blood. أنا عندي بالدم مادة اسمها fibrinogen. هاي المادة عن طريق الكواجوليز enzyme بتنتج بعض أنواع البكتيريا تتحول into fibrin وبتساعد بتكون الخثرة الدموية. شو فائدة تكون البلد كلوت؟ تكون هاي الخثرة راح يكون زي جدار عازل، زي كأنها حاوطت حالها بجدار. هذا الجدار بيمنع عملية الفاجوسايتوسز، ما بيخلي الجهاز المناعي أو الوايت بلاد سيل تاكل هاي البكتيريا، وبتمنع كمان دخول الهوست ديفنس أو الخلايا المناعية اللي بيستخدمها الجسم كخط دفاع أول. تمام، شوفي عندنا اكزامبل لستافيلوكوكس اوريس. ستافيلوكوكس اوريس حكينا هاي بتكون موجوده بشكل فريكوينت وبتكون عباره عن ترانزيت بكتيريا. شو بتروح هاي البكتيريا بتطلع؟ اول ما تدخل عندنا بتطلع كو اجيوليز. الكو اجيوليز حكينا شو بيعمل؟ بيحول الفايبرينوجين انتو فايبرين، بكون خثره زي جدار حوالين هاي الخليه البكتيريه، بيعمل شغلتين، بيمنع عمليه الفاجوسايتوسز وبيمنع دخول خلايا المناعية المختلفة إلى داخل الكلوتس، فما بتقدر إنها تتكسر عن طريق الخلايا المناعية. حكينا كيف بعرف بالتست تيوب راح يتكون عندنا خثرة and it's coagulase positive. احفظوها، ال ستافيلوكوكاي ال coagulase بتكون positive. مين فيهم؟ الأوريس. أوكي، الهوائية هواء أور، تذكروا إن هواء شو بتعمل عندنا؟ بتكون عندنا خثرة. الكاينيز انزيم، الكاينيز عمله معاكس لمين؟ للكو اجوليز، عكسه. شو بيعمل؟ بيدوب البلد كلوت. طيب رح تحكي ليش بدي ادوب البلد كلوت؟ ما انا حكيت انه هي بتحمي من مناعه الجسم. شو بتعمل؟ هي هاي البكتيريا شوي حدبه ذكيه، بتشوف الجهاز المناعي هدي راق، نسى البكتيريا، بتروح بتطلع عندنا على الساكت كاينيز انزيم. هدول الكاينيز انزيم زي ما حكينا بيدوبوا البلد كلوت، تمام، وبيساعدوا بانتشار البكتيريا، تقدر انها تطلع برا هاي الخثره، بتبطل لوكالايز، بتبطل موضعيه، وبتقدر انها تدخل على البلد ستريم وتؤدي الى حدوث بكتيريميا او التهاب بالدم. مين عندنا اكزامبل؟ في عندنا الستريبتوكاينيز، من اسمهم ستريبتو، مسؤول عنهم مين؟ الستريبتوكوكس سبيشيز
ستافيلو كاينيز مين بيطلعها؟ الستافيلو كوكس اوريس. لهيك الاوريس كتير ممرضة. ليه؟ اتس بوث كو اجيوليز بوزيتيف يلي بيساعد بالدفاع ضد الجهاز المناعي، زائد انه بيخلي الانفكشن بالبداية يكون لوكالايزد اند اتس كاينيز بوزيتيف، بتساعده على الانتشار بالدم وانه ينتقل للاذر اورجانز وما يضله بمكان. هي حكينا شو بيعمل؟ بيعمل ريليز لهاي البكتيريا اللي كانت متخبية من الجهاز المناعي. في عندنا شيء اسمه بكتيريا الكلوكينج، زي ما حكينا الاستافيلوكوكس اوريس بتطلع بروتين اسمه بروتين اي. هذا البروتين بروتين اي بشوف انه الاي جي جي على البركة، بروح بيضحك عليها بيركب معاها وبمنع عملية الفاجوسايتوسز. بينما الستريبتوكوكس بايوجينز من حرف الجي، تذكروا انها بتطلع بروتين جي اللي بيشتغل بنفس الميكانيزم، بيرتبط بالاف سي بورشن اوف اميونوجلوبولين جي، بمنع عملية الفاجوسايتوسز. تمام، بلهيها. ايوه هيك هو، بيروح بيرتبط البروتين اي تبعها بيرتبط بالاميونوجلوبولين جي، فبتبطل فاضية انها تجيب النيوتروفيلز المسؤولة عن عملية الفاجوسايتوسز. بالوضع الطبيعي لما تدخل عندنا البكتيريا، الاميونوجلوبولين جي بيكون مرتبط بالنيوتروفيلز اللي بتعمل عندنا فاجوسايتوسز وبتلتهم هاي البكتيريا وبتتخلص منها. حكينا مين بيروح بيفزع لكريات الدم البيضاء؟ الريد بلاد سيل اختها، بتروح بتفزع لها. لما تيجي تفزع لها بتحكي لها البكتيريا تعالي انت اجيتي والله جابك، بتطلع هيمولايسنز انزيم. لايسنس معناتها بدها تذوب كريات الدم الحمراء، بتحطم الجدار الخلوي تبع هاي الخلايا وبتكسرها. ليش بتكسرها؟ لانه هاي البكتيريا بتحتاج للحديد اللي موجود داخل كريات الدم الحمراء عشان تعمل الميتابوليك بروسيس، عشان تعمل عمليات الهدم وعمليات البناء. إذا بتتذكروا لما أخذنا بالجنرال مايكروبيولوجي حكينا إحنا بنصنفهم انتو ألفا هيموليتيك، بيتا هيموليتيك، أند جاما هيموليتيك. حكينا ألفا هيموليتيك، ألفا تذكروا من حرف الإي إنها بتعمل عندنا بارشن، بتكسر كريات الدم الحمراء بشكل جزئي وبتحوله من اللون الأحمر للون الأخضر. بيتا هيموليتيك كنت أحكي لكم تذكروا إنه بعد حرف البي بالإنجليزي عندي حرف السي، فهي راح تعمل عندنا كومبليت ديستركشن، راح تكسر كريات الدم الحمراء بشكل كلي وتحولها من لون احمر للون اصفر. الجاما ما بتعمل عندنا هيموليسيس. عشان تكونوا عارفين الاستافيلوكوكس اوريس از بيتا هيموليتيك، هي بتعمل عندنا كومبليت ديستركشن اوف ار بي سيز، هي بكتيريا كثير قويه. تمام، حكينا شو راح تعمل عندنا بشكل اساسي؟ سكن انفكشن. ليه راح تعمل عندنا سكن انفكشن؟ لان هي بتقدر انها تقاوم الظروف البيئية المختلفة، اختلاف البي اتش واختلاف التمبريتشر، وبتكون موجودة عندنا على الجلد. هلا عشان اعرف هل هذا الانفكشن راح يكون خفيف مايلد ولا راح يكون سيفير شيء كثير قوي، هذا بيعتمد على عملية تفاعل. The severity of skin infection is determined by interaction، بصير في عندنا تفاعل between different factors، عوامل مختلفة. شو هاي العوامل؟ اول شيء type and severity of injury. حكينا طول ما السكن intact زائد عندي لو نمبر اوف ستافيلوكوكس اوريس، لانه عندي النورمال فلورا بتهاجمها وبتقلل من عددها، ما راح يصير في عندي اي مشكله، ما راح يصير في عندي اي ديزيز. وانس خرب شيء منهم، يا اما انه السكن بطلت انتاك، بطلت متماسكه، صار في عنده جرح، طبعا بيعتمد على حجم الجرح، هل هو جرح صغير ولا هل هو جرح كبير. خروق بيعتمد على الديجري اوف بيرن، هل هو خروق درجه اولى، ثانيه، ثالثه. الانسكت بايتس ممكن الشخص مثلا تقرص بعوضه، تقرص حشره، طبعا بيعتمد على حجم هاي القرصه، كل ما كانت اكبر كل ما كان اكيد الانفكشن مور سيفير. الجروح اذا عمل عمليه واذا صار في عنده تقرحات، كل هاي الاشياء بتاثر على الجلد، ببطل متماسك، فبتلاقي البكتيريا مدخل لإلها وبتدخل الى داخل طبقات الجلد. تعتمد على النمبر اند تايب اوف ايتيولوجيكال ايجنت، عدد هاي البكتيريا. اكيد كل ما زاد العدد كل ما كان الانفكشن مور سيفير. نوعها في عندنا حكينا فيريولنت، كل ما كانت مور فيريولنت كل ما كان مور سيفير. في بكتيريا بتكون ولتها يعني دخلت او ما دخلت ما راح يصير عندي، ما بيكون عندها فيريولنت فاكتورز او خطوط دفاع او اسلحه بتسمح لها انها تسبب مرض. اكيد البيشنت ريليتد فاكتور، الشخص نفسه. هلا لما ينجرح عنده شخص كبير بالعمر اكيد بيكون اخطر من لما يكون شخص صغير، لانه عاده الكبار اصلا مناعتهم بتكون اضعف، اميون كومبرومايز، شخص مناعته نازلة، مريض سرطان، مريض بياخذ كورتيكوستيرويد، حامل،
كل هذول بيكونوا عادة immune compromised، بتكون مناعتهم نازلة. liver and kidney disease، وجود مشاكل بالكبد أو مشاكل بالكلى أكيد برضه راح تأثر. lymphatic or venous insufficiency، إذا كان في عندنا مشاكل بالlymphatic system برضه كمان أكيد راح تأثر عندنا على انتشار الانفكشن. نقدر نحطها بمعادلة إنه severity of infection، درجة خطورة العدوى تساوي النمبر اند تايب اوف اورجانيزم. حكينا كل ما زاد النمبر وكل ما كان التايب مور فيريولنت كل ما كان الانفكشن اخطر. بلس هي كومبينيشن من شغلتين، الفيريولنس والهوست ريزيستنس. كل ما كان الهوست ريزيستنت اضعف ومناعته اضعف كل ما كان الانفكشن مور سيفير. يعني والله في عندي نفس العمر، عندي شخصين الاثنين مثلا عمرهم 20 سنه، الاثنين مناعتهم امورها تمام. واحد دخل عنده والله مثلا 10 مايكرو اورجانيزم، وواحد دخل عنده 100 مايكرو اورجانيزم، مين الاخطر؟ اللي دخل عنده ال 100 مايكرو اورجانيزم. طيب لو كان في عندي شخصين، واحد عمره 20 وواحد عمره 70، دخل عليهم الاثنين 10 مايكرو اورجانيزم، عدد البكتيريا اللي دخلت كانت 10، مين راح تكون في اخطر؟ اكيد اللي عمره 70. ليه؟ لانه مناعته اضعف. سو تذكروا انه هي كومبينيشن، هي شغلتين مع بعض، بدي اطلع على عدد البكتيريا، بدي اطلع على الفيرولنسي، هل هي بكتيريا ممرضة أصلاً أو غير ممرضة، نوع البكتيريا، زائد بدي أركز كثير على العوامل اللي موجودة عند الهوست أو الشخص المضيف. تمام. الليفل اوف انفكشن أول شيء بيكون عبارة زي ما حكينا لوكالايزد انفكشن. شو يعني لوكالايزد؟ يعني بيكون موضعي. والله بمكان الجرح صار في عندي تقيحات، صار في عندي بس. تمام؟ ممكن شو يصير؟ يصير في عندنا سبريدنج للانفكشن، حكينا بتصير تطلع عندنا كايتيز انزايم، هذا الشيء بخليها تنتشر، ممكن تؤدي الى توكسوجينيك ديزيز او تعمل عندنا سيستماتيك انفكشن زي ما راح نشوف مثلا بالعظام او بالجوينت. واضعف الليفل اوف انفكشن اللي هو الكولونايزيشن. شو يعني الكولونايزيشن؟ يعني بيكون في عندنا تكيف، زي كانها هي جزء من النورمال فلورا وما راح تعمل عندنا اي ديزيز او اي مرض. الكولونايزيشن زي ما حكينا يعني بتكون بس موجوده هناك وتتكاثر، بصير لها مالتيبليكيشن. عاده بيكون الشخص اسيمتوماتيك، ما عليه اي اعراض، ما عنده اي مرض. وين ممكن تكون موجوده الاستافيلوكوكس اوريس؟ موجوده بالانتيريور ناريس اللي هو بالانف من جوا، وموجوده عندنا بالثروت بالحلق. لو نيجي نطلع ذا هايست ليفل اللي هو بتكون عندنا بالانف من جوا. ميديوم ليفل ممكن نشوفها بالاكزيلا، منطقه تحت الابط، ممكن نشوفها بالايدين، وممكن نشوفها بالجروين او السنسيتيف اريا، ممكن برضه تعمل عندنا سورياسيز او صدفي. الهيلثي ادلتس، الاشخاص اللي بيكونوا هيلثي مناعتهم كثير منيحه، ممكن يكونوا كولونايزد بهاي البكتيريا بنسبه 30%. يعني انا لو جبت 100 شخص حطيتهم بقاعه امورهم تمام صحتهم تمام، جيت سحبت منهم نوز سواب، حطيت نكاشه الانف وجيت زرعتها على الاجار، ب 30 واحد منهم راح الاقي انه في عندهم الاستافيلوكوكس اوريس بدون ما تعمل لهم اي اذى. تمام؟ شو المشكله؟ انه هذول الاشخاص ممكن يعملوا سبريد، ممكن انهم ينشروا المرض. يعني ممكن هذا الشخص مثلا يكون بيستخدم مثلا جهاز معين، عطس جنب الجهاز، طلعت هاي البكتيريا، اجت على الجهاز، اجى شخص ثاني مناعته ضعيفه استخدم نفس الجهاز، ممكن انه هاي البكتيريا تكون ممرضه له لانه هو مناعته نازله. تمام؟ ممكن تسبب عندنا outbreaks او انتشار للانفكشن. ثاني ليفل حكينا انه يصير عندنا localized infection. شو يعني حكينا كلمه localized؟ يعني موضعي. تمام؟ بيكون عندنا على الجلد، بتؤدي الى abscess formation، بيصير في عندنا تقيحات بسبب release of toxins. Staphylococcus aureus is the most cause are localized in most cases sorry are localized. بأغلب الحالات الستافيلوكوكس اوريوس والحمد لله بتكون شيء موضعي. شو الشيء اللي بخليها تكون موضعيه؟ اول شيء عندنا الكواجوليز انزيم. حكينا شو يعني كواجوليز؟ يعني بيعمل عندنا خثره، بيؤدي الى الفايبرين ديبوزيشن، فبيعمل عندنا زي جدار حوالين هاي البكتيريا وبيخليها localized وموجوده بنفس المكان. الفايبرين بتكون حوالين البكتيريا which is important to stop the action of immune system as phagocytosis. حكينا هو عبارة عن جدار عازل بمنع الخلايا المناعية إنها تدخل عند البكتيريا وبمنع عملية الفاغوسايتوسيس وبيخليها يكون تأثيرها موضعي. راح نصنفه into folliculitis, carbuncules and frankules. راح نبلش نحكي عن الفلوكيولايتس. أما أنا أحكي فلوكيولايتس يعني التهاب بصيلة الشعر، بتكون
سوبرفيشل، بتكون سطحية، أو ديب، أو ممكن تكون أعمق شوي، وين؟ بالهير فوليكل أو بصيلة الشعر. تمام، زي ما احنا هون شايفين بالصورة، الهير فوليكل نورمال إنه ما يكون في عندنا أي بس أو أي تقيحات. إذا عمل عندنا سوبرفيشل بتكون على سطح الجلد أو على سطح هاي البصيلة، في عندي زي بس فورميشن أو تقيحات. لما تكون ديب زي ما انت شايفين هذا الاصفر، هو بس بيكون واصل لعمق البصيلة. هون اكثر شيء بيكون موجود في منطقه الوجه، الفيس، الرقبه، النك، الاكزيلا، تحت الابط، بمنطقه البوتوكس. هلا الاكزيلا والبوتوكس لانه في عندنا هاي مويستشر، هي مناطق تعتبر مناطق رطبه، فلهيك ممكن يصير فيها عندنا هاد الانفكشن. والفيس والنك برضه اللي بيكونوا معرضين لل outer environment، بيكونوا معرضين لتغيرات temperature، تغيرات البي اتش. شو ال causative agent للفوليكولايتس؟ هل اغلب ممكن تكون staphylococcus aureus اللي حكينا عنها، لانه حكينا هي موجوده بشكل طبيعي تقريبا في 30% من الاشخاص، وممكن ما تسبب عندهم infection، بس فيما لو كانت موجوده عند شخص مناعته ضعيفه، او هذا الشخص صار في عنده اي جروح او اي شيء ادى الى الانفيجن ودخول هاي البكتيريا الى داخل الهير فوليكل، راح يعمل عندنا فوليكولايتس. اوكي جني، يعني كثير قليل، ممكن يكون السبب سودوموناس اريجينوزا، زي ما حكينا سميناها هوت تاب فوليكولايتس، بتكون من المسابح، احفظوها انه سودوموناس اريجينوزا بي بول، هي بتكون بالاشخاص اللي بيستخدموا المسابح او اللي بيستخدموا الجاكوزي اللي ما بيكون كثير معقم وبيكون بالبطن. كانديدا البيكانز اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن فطريات عادة بتصير بالأشخاص اللي بيكون immune compromised أو بتكون مناعتهم نازلة. It's range from tiny white topped pustules to large yellow pus filled lesion. ممكن تكون عبارة عن حبوب كتير صغيرة زي pustules تكون ظاهرة على سطح الجلد، زي القيح الأبيض بيكون فيها زي الحب الصغير، أو ممكن تكون yellow pus filled lesions بيكون حجمها شوي أكبر وبيكون لون البس فيها اصفر، زي ما احنا مثلا هون شايفين عندنا بالصوره، وزي ما احنا كمان شايفين هون بيكون في عندنا التهاب ببصيلات الشعر. الادفانتجز للفوليكولايتس انه بيكون سيلف ليميتنج، تذكروا من حرف الاف فوليكولايتس انه هو بيكون سيلف ليميتنج، والمريض راح يطيب لحاله بدون اي تدخل. ريرلي ممكن يتطور ويتحول انتو فرونكيولز اند كاربنكيولز، او ممكن يصير في عندنا سيلولايتس يلي هو التهاب بالجلد اللي رح نحكي عنه ان شاء الله بالمحاضره الجاي للتفصيل. نكمل هلا، اذا تطور ممكن يتحول انتو ايش؟ فرانكيول. الفرانكيول اللي هي عباره عن بويل، شو يعني كلمه بويل؟ يعني دمل. اوكي، بصير في عندنا زي دمل اللي هو عباره عن تندر سوفت سويلينج، يعني بصير في عندنا زي تجمع للقيح، بيكون تندر، بيكون شوي قاسي، وبيكون عباره عن انتفاخ. تمام، هي هي ال Frankules. It's often surrounded by an area of skin colored from pink to deep red. بيكون محيط بهذا الدمل، الجلد المحيط فيه بيكون لونه أحمر أو زهري. هي سببها الـ uncontrolled folliculitis، يعني أنا الفولليكولايتس إذا أنا ما عالجتها أو ما قدرت إني أنا أتحكم فيها ممكن تتطور وتتحول into Frankules. If folliculitis is not stopped quickly, A deep bucket of pus is formed. الفرق انه هاي بتكون ديب، بتكون عميقه. باكيت يعني باكيت يعني زي شنطه، زي جيبه فيها زي تقيح. اوكي، فرانكيول كونتين اونلي وان درينينج بوينت، يعني انا لو جيت عصرتها راح يطلع عندنا البس من نقطه واحده. It may develop also in sebaceous or sweat glands. Sebaceous glands اللي هي الخلايا الدهنيه اللي بيطلع فيها عاده حب الشباب وهاي الاشياء. Sweat glands اللي هي خلايا التعرق. شو الريسك فاكتورز؟ شو الشيء اللي بيخلي هذا الشخص يصير عنده فرانكيولز ما يصير في عنده فليكيولايتس وتتطور يصير في عنده اكسس او تقيحات؟ اول شيء عندنا الدايابيتس، مرضى السكري، عاده مرضى السكري بتكون مناعتهم اضعف من غيرهم. الاوبيسيتي اللي هي السمنه، انه يكون عندي البودي ماس اندكس اكثر من او يساوي 30. برضه عاده الاشخاص الاوبيز بيكون في عندهم مالتيبل ديزيز، واحد منهم والله الدايبيتس، فبتكون برضه مناعتهم اضعف. انترافينس دراج ابيوز اللي هم الاشخاص اللي بيكونوا مدمنين او الادكتس، هذول الاشخاص عاده بيستخدموا نفس الابره، فممكن واحد منهم يكون عنده الانفكشن ينشره للاشخاص الاخرين. ويكند اميون سيستم زي ما حكينا، او شخص بتكون مناعته ضعيفه بسبب ديزيز معين زي الكانسر
عنده والله اتش اي في، في عنده ايدز، في عنده مرض مناعي زي الاس ال اي وغيرها من الامراض المناعيه، او باخذ ادويه بتثبط الجهاز المناعي زي الكيموثيرابي زي الكورتيزون وغيرها من الادويه، ممكن يكون اكثر عرضه من غيره للفرانكلينز. كيف بدي اعالج هذا الدمل؟ هذا الدمل بيحكي لنا ممكن انه يروح لحاله بدون اي تدخل بالهيلثي بيبل. اذا كان حجمه كثير كبير، اذا كان لارج، او كان في عندنا مالتيبل، كان في عندنا اكثر من دمل، او كان بيصير مع هذا الشخص بشكل متكرر فريكوينت، هون انا بحتاج اني انا اعطي انتي بيوتيك، بعطي مضاد حيوي بشكل موضعي على الاغلب. ممكن انصح هذا الشخص انه يحط ورم كومبريس اور سوكينج، انه يحط كمادات ساخنه او ينقع هاي المنطقه بمي سخنه بحيث انها تسهل الربتشر، تساعده انه هو يتمزع ويطلع منه هذا البص. وعاده بنصحه كل كم ساعه، يعني كل ساعتين لثلاث ساعات. ممكن انه يجي عند الدكتور يعمل له انسجن اند درينج. شو يعني انسجن اند درينج؟ يعني انا بعمل زي فتحه بالمشرط وبعدين بنشفها من هذا البص. شو المضاعفات اللي ممكن تصير؟ ممكن انها تنتشر، تعمل عندنا سبريدنج سكن انفكشن، ممكن انها تطلع التوكسنز او المواد السامه تبعتها، ممكن تتحول الى بكتيريميا او التهاب في الدم. هلا الكاربين كيولز، الكاربين كيولز برضه هو عباره عن مجموعه من الدمامل، يعني مش دمل واحد، وانا بكون عندنا دملين او اكثر، يعني في عندي مور ذان ون هير فوليكل ذات از افكتد، اوكي؟ اتس ا كلستر اوف بويلز، هي مجموعه دمامل بتكون متصله، بتكون جنب بعضها البعض، وعاده بيكونوا تحت الجلد وبيكونوا فيري بينفول كثير بوجه. بسموهم ريد جيم، اللي هم زي الحجر، حجر ثمين زي الحجر الاحمر، او بسموهم ليتل كول، يعني زي الفحمه الصغيره اللي بتكون متجمعه تحت الجلد. بس ديسشارج فروم مالتيبل اوبننج، هذا الشيء بدلنا عشان اميز بينها وبين الفرانكيولز انه البس بيطلع من اكثر من نقطه. اللوكيشن نفس الفرانكيولز، يعني ممكن اشوفها بالوجه، ممكن اشوفها بالنكس، ممكن اشوفها بالاكزيلري تحت الابط، وممكن نشوفها بمنطقه البوتوكس. شو مشكله الكاربين كيولز؟ هي راح تترك سكار، راح تترك علامه او زي طبعه على الجلد لما تروح. بويلز دو نوت يوجوالي ليف سكارز، بينما لما يكون في عنده دمل واحد عاده ما بيترك وراه اي اثر او اي علامه. شو المضاعفات اللي ممكن تصير مع الكرامب كيولز؟ الكرامب كيولز ممكن تتطور لسيلولايتس، التهاب جلد، او ممكن يصير في عندنا سيبتيسيميا اللي هو التهاب بالدم. ممكن توصل لمنطقه البرين او منطقه السباين وتعمل عندنا ابسس او تجمع للبص. كيف بدي اعالج؟ كثير ضروري ركز انه avoid squeezing or irritating a crampicules، ممنوع اني انا احاول اني اعصرها او اشيلها. warm compressor بنحط عليها كمادات سخنه، بس هاي المره كل ثلث ساعه، اكثر من مره باليوم نضلنا نكرر بحيث انه نساعد انه يصير لها ربتشر. وبهاي الحاله لازم نعطي انتيبيوتيك او مضاد حيوي. اذا حكينا السكن انفكشن لما يكون localized في له ليفلز، اول مرحله بيكون في عندنا فلوكيولايتس. شو يعني حكينا فلوكيولايتس؟ يعني مايكرو ابسس. شو يعني مايكرو؟ يعني بيكون التقيحات حجمها كثير صغير، وعاده بتكون سوبرفيشال واضحه، وبالمريض يطيب لحاله بدون اي تدخل. هلا ممكن تتطور الفلوكيولايتس تتطور لفرانكيولز، خاصه اذا كان عند المريض عوامل خطوره او ريسك فاكتورز زي السكري، زي السمنه، اللي بيستخدموا ادويه، او الاشخاص اللي بتكون مناعتهم ضعيفه بتؤدي الى كومون بويل او الدمل. حكينا الدمل عاده بيكون ظاهر، البس بيطلع من نقطة واحدة، السكين اللي بتكون محيطة فيه بيكون لونها أحمر. الكاربين كيولز من حرف السي، تذكروا أنه هو عبارة عن كلستر، هو عبارة عن مجموعة من الفانكيولز أو مجموعة من الدمامل، بنسميها بالحجرة الحمراء زي ما احنا شايفين ريد، بيكون لونها كتير أحمر. لو تيجي تكبروا تطلعوا البس طالع من نقطة، نقطتين، ثلاثة، أربعة، طالع من أكثر من ون أوبننج. وحكينا عادة الكرامب كيولز بتترك وراها سكار أو أثر. سيستماتيك انفكشن، هلا ببعض الاحيان ما بتضلها لوكالايز، تمام؟ لما تشوف انه هذا الشخص مناعته مش مساعدته، مش قادر انه يدافع عن حاله، بتروح بتطلع الكاينيز انزايم، هذول الكاينيز بيساعدوها انها تنتشر عن طريق دم. ممكن تروح تعمل عندنا سيبتيك اريثرايتس. هلا معنات كلمه سيبتيك انفكشن التهاب او عدوى، اريثرايتس شو معنات اريث؟ اللي هي جوينت، ايتس انفلاميشن او انفكشن. بيصير في عندنا بيريولنت انفكشن اوف جوينت سبيس، يصير في عندنا زي تقيحات بالمسافات بين المفاصل او بين الجوينت، اللي بتؤدي الى حدوث اريثرايتس او التهاب بالمفصل. بيجي المريض هيك عنده عاده بالمفاصل زي الني وزي الالبو.
شو اكثر بكتيريا بتسبب عندنا السبتيك اريثرايتس؟ برضه صديقتنا اليوم اللي هي الستافيلوكوكس اوريا، بعض انواع الستريبتوكوكس، وبالنهايه برضه ممكن يكون عندنا الجرام نيجاتيف باسيلاس. كيف بنعالج؟ بنعطي انتي بايوتيك مضاد حيوي، وبنعمل درينج. شو يعني حكينا درينج؟ يعني بنشف هاي المنطقه، بروح بطلع هذا البس برا الجوينت فيلم. ممكن يوصل لمرحلة أعمق، يوصل لوين؟ للعظام، يؤدي إلى بون انفكشن. البون انفكشن بنسميه أوستيو مايلايتس، معناتها إنه الانفلاميشن لوين وصل؟ وصل للعظام. مايل معناتها وصل للبون مارو، زي ما إحنا هون شايفين بالصورة. البس أو الانفكشن وصل لعند العظم. فيري بينفول. عادة السبب ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فيروس، وممكن يكون فنجاي، فطريات، كلياتها ممكن يعملوا عندنا انفكشن للبون، عدوى في العظم او بالسوفت تيشو او بالجوينتس المفاصل. جنرالي بكتيريا الانفكشن ار مور ديستركتيف اند موف رابيد. البكتيريا اللي بيكون كثير سيء، بكسر بسرعه وبتحرك وبينتشر بشكل سريع. برضه اكثر شيء في عندنا صديقتنا الستافيلوكوكس اورياس، في عندنا الستريبتوكوكاي زي البيوجينز وزي النموني، في عندنا السودومونس، وفي عندنا كمان البروتيس. الاطفال اللي عمرهم تحت ال4 سنوات ممكن اشوف فيهم الهيموفيلس انفلونزا، لانه عاده بيكونوا ان فاكسينيتد او ما بيكونوا اخذوا الجرعه الكامله اجينست هيموفيلس انفلونزا، وعاده برضه بتكون مناعتهم اضعف. فانجاي تند تو بروديوس سلو اند كرونيك انفكشن. لو الشخص صار في عنده فطريات ادت الى التهاب بالعظم، هذا الالتهاب عاده بيكون يعني شوي شوي بيصير، يعني بده فتره ليصير، وبيكون كرونيك، بيضلوا عند المريض فتره طويله. tuberculosis and brucellosis ممكن يعمل عندنا aggressive to liberative، ممكن يكون كتير خطير لما يكون سببه التيوبر سيلز اللي هي السل، او البروسلوسيس اللي بيعمل عندنا الحمى المالطيه، ممكن انه يوصل للعظم ويؤدي الى very aggressive، وبيكون كتير شديد هذا. هلا كيف بدها توصل اصلا هاي البكتيريا للعظم؟ ممكن تنتقل عن طريق الهيموتوجينس سبريد. يعني هيموتوجينس؟ يعني عن طريق الدم. تمام؟ اكثر شيء بتصير بالاطفال، وبالادلتس بتصير عندنا بالفيرتيبرال بودي. دايركت انكيوليشن اوف مايكرو اورجانيزم انتو بون بنتريتنج انجري اند سيرجيكال كونتامينيشن ار موست كومن كوز. على الاغلب بتدخل هاي البكتيريا بشكل مباشر. ممكن هذا الطفل وقع، صار في عنده جرح، وصل هذا الجرح كان فيري ديب، وصل لعند العظم، فالبكتيريا دخلت من برا الجلد لا جوه عند العظام. او ممكن يكون عمل عمليه في العظام، كانت الادوات اللي استخدموها بالعمليه غير معقمه، فدخلت البكتيريا بشكل مباشر، وبتؤدي بالنهايه الى حدوث الاوستيومايلايتس. هلا الاوستيومايلايتس الكلينيكال فيتشرز حسب ببدايه المرض، او ايرلي اكيوت، ليت اكيوت، او كرونيك. ببدايه المرض بصير في عندنا حراره، وبصير في عندنا انتفاخ كثير خفيف بهاي العظم. ايرلي اكيوت بيكون في عندنا فيبرايل النس، بصير برضه في عليه حراره. ليمبنج بصير يعرج وهو ماشي. avoidance of using the extremity. الاهل بيلاحظوا انه هذا الولد بضله قاعد، ببطل يتحرك، ببطل يحب انه يستخدم هاي الاعضاء زي رجله مثلا او ايده. late acute ممكن يكتشفوا بعد متاخر اكثر، بيصير في عندنا swelling، انتفاخ مع الم. الكرونيك ببلش يصير في عندنا بيريولنت درينج، ببلش يصير في عندنا زي تقيحات تطلع برات هذا العظم. اللاب فايندينج كيف انا بدي اشخص؟ ممكن اخذ زي اسبيريت، زي اني اخذ زي سحبه، اسحب من هاي المنطقه، اسحب يا اما القيح او السائل اللي بيطلع من هناك، وبعدين بزرعوها عشان يعرفوا نوع البكتيريا. بيفحصوا سي بي سي اللي هو انه بشوفوا عادي كليات الدم البيضاء، بيكونوا عاده مرتفعين، وعاده بيزيد عندنا النيوتروفيلز اللي هم مسؤولين عن عمليه الفاجوسيتوسز. لو اجيت فحصت معامل الالتهاب اللي هو السي ار بي برضه بيكون عالي. الاي اس ار برضه هو عباره عن معامل التهاب، بيكون مرتفع ب 90% من الحالات. لو اجيت عملت زراعه، عملت بلاد كلتشر، يوجوالي بتكون بوزيتيف، خاصه اذا كان في عندنا هيموتوجينس استومايلايتس، يعني انتشرت عن طريق الدم. وممكن برضه عن طريق الراديولوجي، اني انا اعمل صوره عادي اكس راي يبين برضه عندنا الاوستيومايلايتس. كيف بدنا نعالج الاوستيومايلايتس؟ اول شيء نعمل جنرال سبورت، بدي اعالج الاعراض الموجوده، بدي انصح المريض انه يزيد الانتاك للكالوري، ياكل منيح، ياخذ البروتينات، ياخذ الفيتامينات زي الكالسيوم وفيتامين دي اللي بيساعدوا على الحفاظ على قوه العظم. اكيد ولازم اعطي انتي بايوتيك، عاده بيعطوا فلوكساسيلين اند فوسيديك اسيد اللي هو اكيد بتعرفوه كلكم، الفوسيدين
بنعطاه لفترة 6 أسابيع، يعني هو تقريبا عم نحكي عن شهر ونص. ببعض الحالات ممكن يلجأوا يعملوا عمليات، ممكن كمان نعمل انسجن اند درينج، اني انا افتح واعمل تنشيف لهذا، بس immobilization بنصح المريض بهاي الفترة انه ما يتحرك كثير، او ممكن نعمل سبلنتج اوف ذا افكتد بارت. هلا ممكن يتطور ويصير عباره عن توكسوجينيك ديزيز. اول نوع من التوكسوجينيك ديزيز اللي رح نحكي عنه اللي هو الاستافيلوكوكال سكالدد سكين سيندروم، اس 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 4 اسات. شو يعني كلمه سكالدينج؟ سكالدينج هي كلمه لاتينيه معناتها ساخن، تمام؟ ان انفنتس المرض بيكون اسمه ريترز ديزيز، يعني بالاطفال اللي عمرهم اقل من سنه بنسميه ريترز ديزيز، بالاطفال اللي عمرهم اكبر من سنه شو بنسميه؟ ليلز سيندروم. هذا ديزيز كثير شائع اني انا اشوفه بالاطفال الخدج من يونيتس اللي عمرهم بيكون اقل من شهر، وبالاطفال برضه اللي عمرهم اقل من 5 سنوات، تمام؟ اوكيجنلي ممكن بشكل نادر يصير بالادلتس اللي بتكون مناعتهم كثير نازله. 5% من الاستافيلوكوكس اوريوس بتطلع هذول التوكسينز اللي بنسميهم اكزوفيليتينز. شو يعني اكزوفيليتينز؟ حكينا بيعملوا عندنا زي تقشير بالجلد، تمام؟ ترانسميشن كيف بينتشر؟ عادة من الاسيمتوماتيك كاريرز. حكينا هي ممكن تكون موجودة ب 30% من الأشخاص وعاملة بس كولونايزيشن بدون أي أعراض. عادة كيف أنا بعالج؟ كونزرفتيف ميجر. شو يعني كونزرفتيف؟ يعني بعالج الأعراض الموجودة عندي، ممكن أعمل ريهايدريشن، أعطي سوائل، أعطي خافض حرارة، أعطي مضاد حيوي يغطي الاستافيلوكوكس أوريوس. وانا برجع هون كمان بالصوره بوضح لنا كيف بتصير عندنا الاستافيلوكوكال سكالدد سكين سيندروم، انه انا السكين بالوضع الطبيعي بيكون اتاشت، بيكون في عندنا زي مولكيولز بيساعدوا على الادهيجن، بيخلوا انه هاي الخلايا تبعت الجلد متصله مع بعضها البعض، هذا بالوضع الطبيعي، تمام؟ هلا لما الشخص انصاب بالاستافيلوكوكاي اذا كانت مناعته كثير ضعيفه مثل ما حكينا، او اذا كان عمره اقل من 5 سنوات برضه، لانه هذول الاطفال عاده ما بتكون مناعتهم كثير قويه، تمام؟ شو بتروح بتعمل؟ بتطلع توكسينز اكزوفيليتيف توكسينز، هذول التوكسينز بيروحوا بيهاجموا هاي الاتاشمنت مولكيولز اللي موجوده بالجلد، وببلشوا يعملوا عندنا زي تقشير بالسكن. اكثر شيء بتصير بمنطقه الوجه، الفيس، الاكزيلا، تحت الابط بالجروين اوريا، يا اللي هي المناطق الحساسه بالميل والفيميل، هي اول المناطق اللي بتتاثر. But the erythema, pus formation and subsequent desequamination of epithelial sheets can spread. بس ممكن انه هذا التاشير للاسف ينتشر بكل المناطق زي ما احنا شايفين بالصوره، اول منطقه بتتاثر اللي هي الوجه، بعدين عندنا والله مثلا منطقه الاكزيلا، ممكن ينتشر هاي القشور تكون على كل الجلد زي ما انتم شايفين اغلب الصور بتصير هي بالبيبيات. توكسيك شوك سيندروم. هلا الاستافيلوكوكس اوريوس بتطلع انتيروتوكسينز تايب بي، وفي عندنا كمان الستريبتوكوكس بايوجينز برضه بتطلع هذا التايب اوف توكسين، وبتطلع كمان عندنا توكسينز اسمه توكسيك شوك سيندروم توكسين 1 اللي هو عباره عن سوبر انتيجين بينتج بالبدايه بمكان الانفكشن، تمام؟ هيها اكيوت كونديشن بيكون سببها زي ما حكينا بكتيريا، يا اما عندي الستافيلوكوكس اوريوس او الستريبتوكوكس بايوجينز، ممكن انها تنتشر وتروح على الاذر اورجنز وتؤدي الى توكسيك شوك سيندروم. هذا الشخص بصير عنده زي شوك زي صدمه. شو الاعراض؟ اول شيء بيصير في عنده بشكل مفاجئ حراره، فيفر، فوميتنج، دياريا، استفراغ، اسهال، ممكن يصير في عنده وجع بالعضلات، هايبوتنشن. دائما الشوك اربطوها بالهايبوتنشن، بصير في عندي هبوط في الضغط، ممكن حكينا تنتقل للاذر اورجن وتؤدي الى اورجن دامج زي الهارت، بتعمل عندنا هارت فيلر، ممكن تروح لنا على الكلى وتعمل عندنا فشل كلوي. هاي متى بتصير؟ بالحالات اللي بتكون كثير شديده اند فيري سيفير كيسز. كسكن مانيفستيشن راح نشوف عندنا راش، طفح جلدي، بعدين بصير في عندنا ديسيكومينيشن او تقشير للجلد ببين زي السن بيرن، زي الحروق تبعت الشمس، زي كانه هذا الشخص محروق من الشمس. particularly soles and palms بتصير بباطن الايد بباطن الرجل. التريتمنت عاده هدول الاشخاص انا داخلين بشوك داخلين بصدمه، بحتاج اني انا ادخلهم على الاي سي يو على وحده العنايه المركزه عشان انا ازودهم بالفلويد السوائل اللي بيحتاجوها، احطهم على فنتيليشن لانه بيحتاجوا لتدخل عشان يقدروا يتنفسوا، ممكن نعمل رينال ريبليسمنت ثيرابي غسيل للكلى في حال لو صار عندي فشل كلوي بحالات سيفير انفكشن، لازم نشيل سبب الانفكشن، ولازم كمان نعمل درينج، يعني والله هذا المريض كان مركب مثلا كانيولا، كان مركب جهاز معين،
هذا الجهاز هو كان في عليه انفكشن، كان في عليه هاي البكتيريا اللي ادت لهذا الانفكشن، لازم اشيله، اعمل درينج، بعدين اكمل العلاج بالانتي بايوتيك، سواء كان السبب ستريبتوكوكس بايوجينز او ستافيلوكوكس اوريس. هلا مثل ما حكينا، هاي البكتيريا راح تطلع توكسينز، هدول التوكسينز بيؤدوا الى الستور اوف سايتوكوينز، عشان بحيث انه ببلش الجسم يكون خلايا مناعيه عشان يحاول يتخلص من هاي البكتيريا، بس بتصير بشكل كتير زائد عن حده، بحيث انه بصير في عندنا اميون توكسيسيتي، ببلش الجهاز المناعي يهاجم الخلايا المختلفه زي ما حكينا، زي القلب وزي الكلى، ممكن يؤدي الى هارت فيلر، او يؤدي كمان عندنا الى فشل كلوي. في عندنا شويه تعريفات رح نشوفها لقدام بالديزيزز. في عندنا كلمه مكيول، المكيول انه يصير بس في عندي زي تصبغات، زي تغير في لون الجلد، وعاده لو انا اجيت لمست ما بتكون انها يعني لها ملمس معين، كيف ما بت يعني زي النمش. الباتش، الباتش اللي هي نفس الشيء مكيول زي تصبغات، بس بيكون حجمها اكثر من 1 سم. البابيولز هي عباره عن سوليد اليفيشن، لو انا اجيت حسيت السكين بتكون منطقه مرتفعه، ما بيكون فيها فيزيبل فلويد، ما بيكون البس واضح، بيختلف حجمها، يا اما انها بتكون كثير صغيره بين هيد زي راس الدبوس لحد 1 سم، ممكن يكون لونها بني، ممكن يكون لونها بنفسجي، زهري او احمر. البليك اللي هي عباره عن قشور، هاي القشور بتكون عباره عن سوليد ريزد، بتكون صلبه، بتكون مرتفعه، وبتكون السطح تبعها فلات، بتكون مسطحه، وبيكون الدايميتر تبعها القطر تبعها اكثر من 1 سم، زي اللي بنشوفه بالصدفيه او بالسوريا. الفيسيكل هي عباره عن سمول فلويد كونتيننج بلاستر، هي عبارة عن بلستر زي حبة، هاي الحبة بيكون جواها سائل زي اللي بتصير مع الجدري أو مع التشيكن بوكس. البلة اللي هي عبارة عن لارج فلويد كونتيننج بلستر، البلة الفرق بينها وبين البسيكل اللي بيكون حجمها كتير أكبر، بتكون بتحتوي على سوائل زي اللي بتصير مع البيرنز أو الحروق، اللي هي الفقاعات اللي بتصير. الباستيول اللي هي عبارة عن بلستر كونتيننج بس، الباستيول هي عبارة عن بلستر بتكون بتحتوي على قيح زي الحب بتاع الشباب وغيره. كراست اللي هي انه بيكون عندنا منطقه زي منطقه جافه، هي عباره عن درايد اكسوديتس فروم ا فيسيكل بولا اور باستولز. الاكسوديت او البص اللي بيكون طالع منها بيكون ناشف، بيكون شكله زي شكل القشور. هاي هي هاي التعريفات، ممكن نضطر انه نشوفها لقدام، فمش غلط نكون عارفينها من هلا. خلينا نرجع نلخص مع بعض اهم النقاط، سامحوني سامحوني جدا، بعرف انه اليوم المحاضره مش حاسينها انه مايكرو شوي طويله، بس معلش يعني بدنا نتحمل، وان شاء الله انها بتكون سهله، ومع الملخص بنرجع نرتب افكار. اول شيء حكينا الستافيلو كوكاي كمورفولوجي هي عباره عن جرام بوزيتيف بكتيريا، حكينا هي هاي البكتيريا ذات الوجهين، يعني هي عباره عن فاكولتيف انيروب، بتعيش بوجود الاكسجين او بعدم وجوده. حكينا من حرف ال بدي اتذكر انها كاتاليز بوزيتيف، شو يعني حكينا كاتاليز بوزيتيف؟ يعني لو انا حطيت لها الكاتاليز انزيم راح تكون عندنا زي بابلز، وفي عندنا تقريبا 31 نوع، يعني هذا اسم العيله الكبير، اسم العشيره في منها عده انواع زي الستافيلوكوكس اوريا، ستافيلوكوكس ابيديميدس وغيرها من الانواع. هاي البكتيريا بتكون موجوده على الجلد، بتكون موجوده بالميوكس ممبرين، لانها بتقدر انها تتحمل الهاي سولت الملح العالي، بتقدر تتحمل الاكستريميتيز بالبي اتش والتمبريتشر، لانه الجلد بيكون موجود بشكل خارجي وبتعرض للظروف البيئيه المختلفه. الفيرولنس فاكتور او العوامل او الاسلحه اللي بتخليها تصير ممرضه، حكينا بروتين ايه اللي هو بيضحك على الايمينوجلوبولين جي، بيرتبط فيها، بيمنع عمليه الفاجوسايتوسيس، بيمنع انها تفتح شهيه النيوتروفيلز ويخليها انها تاكل هاي البكتيريا، بتطلع بايندنج بروتينات بتساعدها انها تعمل اتاشمنت، تلزق بالكولاجين، وتلزق عندي كمان بالفايبرين اللي بتكون لما يصير عند الشخص جروح او بيكون موجود كبروتينات على الجلد بشكل طبيعي. بتطلع عندنا اكزوتوكسنز او مواد سامه، مقاومه هذا الشخص للاكزوتوكسنز اكيد بتعتمد على مناعته. بتطلع عندنا انفيجن انزيم زي الكاينيز انزيم، بتساعد هي انها تخترق طبقات الجلد وتنتقل من مكان العدوى الى اماكن ثانيه. بتطلع عندنا ليكوسايدين اللي هي بتكسر الليمفوسايتس، بتطلع عندنا هيمولايسين اللي هي بتكسر كريات الدم الحمراء. حكينا الكواجوليز معناتها بتكون عندي خثره، مساعدتها بتكون الخثرة بتخلي الانفكشن انه يكون لوكالايزد موضعي، زائد انها بتكون زي جدار عازل بتحميه من الجهاز المناعي. الكاينيز انزيم، الكاينيز حكينا بيشتغلوا عكس الكواجوليز، بيدوبوا الخثرة وبيساعدوا على الانتشار. الهيمولايسين انزيم بيكسروا كريات الدم الحمراء،
الانفكشن اللي ممكن يسببوه، احنا راح نهتم بالسكين انفكشن اللي ممكن السيفيريتي تبعته تختلف من شخص الى اخر، اعتمادا على عدد المايكرو اورجانيزم، اعتمادا على الهوست فاكتور، عمره، مناعته، هل صار في عنده جرح، كيف طبيعه هذا الجرح اللي صار، هل صار في عنده حرق، كيف طبيعه هذا الحرق اللي صار. وكل ما زاد النمبر اوف مايكرو اورجانيزم كل ما كان الانفكشن از مور سيفير. هون نرجع نلخص ستافيلوكوكس اوريوس، حكينا التو سي بي اياكم تتذكروا انها كاتاليز بوزيتيف كواجوليز بوزيتيف، الكواجوليز بيساعدها وبيمنع عمليه الفاجوسايتوسيس وبيخليها تكون لوكالايزد، هي عباره عن جرام بوزيتيف كوكاي لونها بنفسجي، نان موتايل ما بتتحرك، بيتا هيمولاتيك حكينا بيتا بعد البي بي جي سي فهي راح تعمل عندنا كومبليت ديستركشن اوف ار بي سيز، في عندها بروتين اي بيساعدها انها ترتبط بالاميونوجلوبولين جي وتمنع عمليه الفاجوسايتوسيس، هاي بيبين لنا انه اذا زرعناها على الاجار راح تعطيني لون جولدن يلو، عشان هيك اسمها اوريس اللي هي اللون الذهبي. الليفلز اوف سكين انفكشن حكينا كل ما تحركنا لتحت كل ما كان الانفكشن از مور سيفير وكل ما كان اخطر، فاخف شيء انه ممكن يكون عندنا كولونايزيشن، انه يكون الشخص اسيمتوماتيك بيكون حامل لهاي البكتيريا بدون اي اعراض لانه مناعته بتكون كثير منيحه، بتكون جزء من النورمال فلورا، بس هو يعتبر مصدر عدوى للاشخاص الاخرين وممكن ينقل الانفكشن. الفلوكيولايتس بيصير في عندنا التهاب ببصيلة الشعر، عاده بيكون سوبرفيشل وممكن يكون ديب عميق، بيصير بالهير فوليكل. سببه الاساسي اللي هو الستافيلوكوكس اوريوس، حكينا من حرف الاف بدي اتذكر انه سيلف ليميتنج واتس كاركترايزد باي تايني وايت باستيولز، بيكون في عندي زي حب كتير صغير راسه بتكون بيضاء وين ببصيلة الشعر نفسها. الفرانكيولز اللي هو الدمل بيكون عبارة عن بوي اللي هو دمل زي ما حكينا تندر سوفت سويلينج، مليان ببص بس البص بيطلع من نقطة واحدة، السكين حواليه بيكون لونه من زهري لأحمر، بتكون يا إما بالهير فوليكل ببصيلات الشعر بسبيكيوس جلاند أو بالسويت جلاند، ممكن إنه يتمزع ويطلع البس منه لحاله والمريض يطيب لحاله، ممكن انه يكون حجمه كبير او عندي اكثر من دمل واحد او بيصير بشكل متكرر، بهاي الحاله بضطر اعطي مضاد حيوي، او ممكن انصح المريض انه يضل يحط كمادات مي سخنه كل كم ساعه بحيث انه يساعد هاد الدمل انه يلتهب. الكاربين كيولز حكينا من حرف السي اتذكروا انه هو كلستر، هو عباره عن مجموعه من الفرانكيولز او مجموعه الدمامل، بيكون زي الحجر بيكون متحجر بيكون كثير بيوجع بيكون تحت الجلد والبس بيطلع من اكثر من نقطه، ولما ينفجر رح يترك وراه سكار، رح يترك وراه علامه او زي طبعه. كيف بعالجه؟ ويم كومبريسر، كمادات مي سخنه كل ثلث ساعه، ببعض الحالات كمان بضطر اني انا اعطي انتي بيوتيك. هلا ممكن يتحول من لوكالايز، اذا هذول الثلاثه بيكونوا لوكالايز اللي هم فليكولايتس فرانكيولز كاربينكيولز، بتحول انتو سيستماتيك، سيستماتيك تذكروا من حرف الاس انه سيبتيك سيستماتيك اوستيو اس، كمان هو عبارة عن systematic infection، يتحرك من مكان العدوى من مكان الجرح لمكان ثاني، ممكن انه يوصل لعند المفاصل للجوينت سبيسز، يؤدي الى بيريولنت انفكشن، يؤدي الى حدوث بس فورميشن، سببها عادة بيكون ستافيلوكوكس اوريوس، ستريبتوكوكس سبيشيز والجرام نيجاتيف باسيلاي، بهاي الحالة بضطر اني انا اعطي انتي بايوتيك واعمل درينج او تنشيف لهذا السائل. الاوستيومايلايتس بوصل عندي التهاب للعظم، ممكن هذا الطفل يصير في عنده حرارة، وبطل يستخدم هذا الاورجن اللي فاتت عليها هاي البكتيريا سواء كانت ايده او رجله، زائد انه ممكن يصير عنده لمبنج او عرج، وبيضلوا عاده ممكن يكون اكيوت وممكن يكون كرونيك، اغلب حالات الفونجاي بتكون كرونيك، البكتيريا يوجوالي بتكون اكيوت وبتكون ديستركتيف وبتكون سريعه. تمام، شو اكثر البكتيريا بتسببها؟ الستافيلوكوكس اوريوس والستريبتوكوكس بايوجينز، ستريبتوكوكس نيموني، سودوموناس وبروتياس. كيف بنعالجها؟ بنعطي لونج كورس اوف انتي بايوتيك ممكن يوصل لحد شهر ونص، ببعض الحالات ممكن اعمل سيرجري او ممكن نعمل انسجن اند درينج. الستافيلوكوكس سكالدد سكين سيندروم، حكينا سكالدد تذكروا انه بصير في عندنا زي قشور بالانفنتس بنسميها ريترز ديزيز، بالاطفال اللي اكبر من سنه بنسميها الليلز سيندروم، بصير في عندنا ديسيكومينيشن، بصير في عندنا تقشير للابيثيريال شيت، نعطي كونزرفاتيف ميجر بدي اعطي مضاد حيوي خافض حراره وممكن نعطي سوائل على حسب كيس باي كيس. توكسيك شوك سيندروم، توكسيك شوك سيندروم بتصير بسبب الريليز اوف انتيرو توكسينز، وتوكسيك شوك سيندروم تايب اوف توكسينز، عاده هذا المريض بيجي عنده حراره، بيجي عنده استفراغ غثيان، وجع بالعضلات، اهم شيء انه بصير في عندي هايبو تنشن شوك، تذكروا انه بصير في عندي هبوط بالضغط، المريض بيحتاج اني انا ادخله على الاي سي يو وحده العنايه المركزه، بضطر اني انا اعطي
انتي بايوتيك، لا تنسوا ترجعوا للديفينيشنز لتتذكروا اهم النقاط. احنا هيك بيكون خلصنا المحاضره الاولى من الميكروبيولوجي، ان شاء الله ان هالمحاضره تكون صارت الطف عليكم. اي حدا عنده اي سؤال او اي استفسار ما يتردد انه يبعث لي باي وقت، وبشوفكم على خير ان شاء الله.